أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة وإنتاج أسلحة واعدة، مشيرا إلى أن منظومة صواريخ تسيركون قادرة على حماية أمن البلاد بشكل موثوق. من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي أن الفرقاطة أميرال غارشكوف المزودة بصواريخ تسيركون ستبدأ تنفيذ مهمة بحرية في المحيطين الأطلسي والهند والبحر المتوسط. أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير قوتها لستة مستودعات ذخيرة أوكرانية بما فيها مستودع يضم أسلحة أجنبية في مقاطعة زابوروجيا ومنطقة دونباس، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في القوى البشرية تبلغ حوالي 200 عسكري على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بدء الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الأوكراني وفريقه يعملون بشكل مكثف على حلول جديدة لتزويد كييف بأنواع جديدة من الأسلحة الغربية وخصوصا الدبابات الغربية والمركبات المدرعة الأخرى. تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتعميق تحالف بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب سياسة الدفاع اليابانية الجديدة، مضيفا أنه سيزور واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي للتأكيد على قوة التحالف الياباني الأمريكي وإبراز التعاون الوثيق بين البلدين في إطار استراتيجية الأمن والدفاع اليابانية الجديدة. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجومين الإرهابيين بسيارتين مفخختين في بلدة محاس وسط الصومال والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وأكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتكثيف منابعه. صرح وزير الإسكان بأنه جار تنفيذ 1632 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، موضحا أن المشروع يحتوي على 68 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، إضافة إلى تنفيذ عدد من المدارس والخدمات المختلفة. التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيادات حزب المصر الديمقراطي الاجتماعي، حيث تناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من الحزب في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة.